سكنات تساهمية غير مكتملة سلمت لأصحابها بوسط ولاية تسمسيلت لتجعل من يوميات المستفيدين منها حياة ضنكة، لا سيما أن أبسط وسائل الراحة تنعدم فيها. نحن ساكنين لا يلاظة ولا ما لا غاز لا حتى حاجة، والشتا تكثر علينا. راك تشوفينا ما درنا حتى حد، شكينا في الولاية مكان، هدرنا مكان، احنا خالص على الدور التالي خالص. وشو كفاية صارين؟ سكنة تساهمية 72 سكن حاليا. هذا البروجي هذا راه من سنة 2002 2002، مازال يروح المكان نتاعو. والسبب الوحيد للتعطيل نتاع المشروع هذا هو المراقب العقاري نتاعنا. يعني بالنسبة للمواطنين هنايا تجل نتاعهم دفعوا المستحقات نتاعهم اللي تتمثل في الإعانة، سواء من الصندوق الوطني للتوفير ولا الصندوق الوطني للسكن. الحي الجديد يحصي أكثر من 70 سكنا تساهميا، وقاطنوه يطالبون بالتحقيق في وضعه المزري. المطلوب منا دروك يعني نشوفوا طبعاً السلطات الولائية توجد لجنة ولائية تقصي الحقائق لهذا المشروع. يعرف عن تسمسيلت نقص كبير في التنمية، والمشاريع التي استفادت منها المنطقة جلها نسخة طبق الأصل لهذا الحي، ما يدفع بالمواطن للاحتجاج.